دلوقتي احنا هنعمل الجزئية بتاعة الاد والديليت والابديت على ال او جزئية الاد بس على الكراد ابليكيشن اللي موجود هنا، بحيث ان ده اللي انتوا هتكملوا عليه اصلا التاسك اللي مطلوب منكم. تمام، ما هو هتعملوه على ده. طيب نيجي كده البروجكت اللي موجود معانا، موجود الصفحة اللي قدامنا دي، انا حولتها بي اتش بي دي اول حاجة. بعد كده موجود عندنا كذا موديل، اللي هو ادا الموديل الاولانية بتاع الاد، الموديل الثانية الديليت، وفي كمان الابديت. تمام، طيب نيجي بقى هنا للاد. احنا الاد غيرت فيها تغيير بسيط، ان انا خليت الفورم ليها ميثود وليها اكشن. تاني حاجة عملتها ان انا اديت نيم، ادا النيم الاولاني student name، بعد كده دي الخانة بتاعت الايميل اخليها student email. التكست اريا هديلها نيم ستودنت ادرس، والستودنت موبايل. تمام، طيب دول ال حطينا هنا النيم لكل انبوت من الانبوتس معانا. نيجي بقى نغير الداتا اللي موجودة هنا. دلوقتي انا عايزة اضيف student. طيب اول حاجة بنشوف ايه هي الداتا اللي جاية من الصفحة التانية اللي هي بتاعة الاندكس دي. فكان موجود معانا مين؟ ال student name. اقول هنا ال student name post of ال student name، همسح دول بقى واكمل بقية الحقول اللي معايا. تاني حاجة معايا student email، وهنا post of student email. اللي بعده student address، واللي بعده student mobile، طيب كده انا جبت البيانات اللي اتنقلت معايا من الفورم للصفحة بتاع add student. نيجي على الجزء اللي بعده، مين الداتابيز اللي انت هتشتغل عليها؟ فادا الداتابيز. نيجي بعد كده هنغير في مين؟ في الكويري. انت هتغير في الكويري، هتعمل insert في مين؟ في students. فانا هغير اسم الجدول اخليه students. طبعا اتأكد من السبيلنج، الاسامي، الحقول بتاعتك. انت هتضيف student underscore name، طبعا الترتيب مطلوب يا جماعة. ادا student underscore name، بعد كده student underscore email. في حاجة يا باشمهندس، بس الفيديوهات اللي بتتسجل الماوس ما بيبقاش مظهر فيها. وده ساعات بيسبب لك مشكلة كتير. ما بيبقاش على فكرة. أحيانا في حاجات بتطلع على طول يا باشمهندس. مش عارف تتعامل معاها ازاي. وأنا قاعد بركز أنا بشوف الزرار دي. بس مش على طول دايما يعني بصراحة. student name و email، name email موبايل، و address. همسح بقية الحقول. راجع كده معايا، احنا قلنا له ضيف في جدول student بالترتيب كده student name student email موبايل ادرس. الترتيب مطلوب يا جماعه، يعني انت هتيجي تقول النيم، ويعني ادا النيم المتغير اللي هو الستودنت نيم،
وايميل وموبايل وادرس، يعني شوف احنا عاكسين دول اهو. بس الفكره انت بتمشي على الترتيب اللي انت بتعمل بيه ايه انزيرت. لازم الستودنت نيم يكون قصاده الستودنت نيم، هاجي كده نقطتين فوق بعض، ستودنت نيم، ستودنت ايميل، اللي بعد الايميل كان الموبايل، هشيل الاندرسكور، وبعد الموبايل الادرس. وهنمسح الاخير ده تاني كده. راجعوا معايا، دي اسامي الاعمدة ودي البارامترز اللي انت هتعمل لها بايندنج لسه وتمرر ليها القيم اللي داخله عن طريق الفور. نيجي بقى البايند بارامترز، همسح كله كده ما عدا واحد، ابتدي بالاولاني. ادى النيم، هنبتدي بالنيم. هكرر ده واغير بقى الاربع قيم دول، student email student موبايل. كان موبايل ولا ادرس الاول؟ مش فارقه الترتيب، بس في السطر ده يا جماعه موبايل وبعدين ادرس. لا مش الترتيب فيها مش مهم، لان انت هنا بتقول المتغير اللي اسمه كذا هياخد القيمه الفلانيه، والستودنت ادرس اخر حاجه. تمام. طيب عملت سيف، بعد كده ده الانزيرت، بعد كده المفروض ان احنا هنعمل اكسكيوت اللاست انزيرت. انا مش عايز اللاست انزيرتد، المفروض ان هو في الاخر يقول لك الكورس الضاف. طيب انا بدل السطر بتاع الكورس الضاف ده هقول له اعمل لي هيدر لمين؟ للوكيشن بتاع مين؟ اندكس دوت صفحة دوت بي اتش. تمام. هنعمل هنا سيف، وفي حالة ان في مشكلة هيكتب لنا ان في ايرور. طيب ادي الصفحة بتاعتنا اللي هي الكرات، هرفرش، اد نيو، اضيف النيم. النيم ايه؟ الاول اشوف الداتا اللي موجوده معانا هنا اللي هي الستودنتس، الاول اشوف اخر واحد كان الستودنت رقم 3. في هنا عندنا احمد محمد. بعد كده هعمل اد. تمام. مفيش اي حاجه، هو دخلني لصفحه الاندكس. هعمل هنا ريفرش، ادا احمد مصطفى اللي احنا لسه ضايفينه الضيف. المفروض صفحه الاندكس نفسها يبقى عارض لي كل الداتا اللي موجوده في الجدول بتاع الستودنتس، مظبوط؟ بس يبقى في اللي هو التشيك بوكس ده موجود، الاديت او العمود بتاع الاكشن ده موجود في كل صف من الصفوف. تمام. طيب هنعمل سيلكت كمان. طيب بالنسبه للسيلكت نشوف كده، السيلكت مش موجوده تبع مودل، هي ادا المحتوى بتاع الصفحه هون، والداتا موجوده في تيبل. ماشي. ادى التيبل وبعدين تيبل هيد، الهيد اللي هو الجزء اللي الصف اللي هو الاولاني بتاع العناوين،
وبالنسبه للتيبل بودي انا هشوف كده اجمعهم بالصف وبعدين امسح كل الصفوف واسيب صف واحد. تمام، اسيب بس صف واحد كده. انا حددت كله ما عدا الصف الاولاني ده. هعمل ديليت، هعمل سيف، اشوف كده الصفحه عندي فيها فعلا صف واحد اهو. تمام. طيب انا بقى عايز اعمل جمله السلكت لمين؟ للستودنتس اللي موجودين معايا، واعرض القيم بتاعتهم بنفس الشكل اللي موجود قدامنا هنا ده. تمام. طيب فهعمل ايه الاول؟ اجي في بدايه الصفحه كده واعمل ايه؟ اعرض كل الستودنتس الموجوده معايا. طب انا دلوقتي كنت عامله سيلكت اول كورسز، صح يا جماعه؟ في فيو اول، فاكرين كان في صفحه عندي اسمها فيو اول؟ طيب هاجي كده للبروجكت ده كان في فيو اول، يعني فيو اول كورسز هيبقى اللي موجود فيها نفس اللي موجود في فيو اول مين؟ ستودنتس. تمام، هاخد الجزء البي اتش بي واعدل فيه. ده كده كوبي فيو اول كورسز، نقفل ده بقى ونيجي هنا ده الجزء البي اتش بي ونعدل فيه. طيب هنا عملنا الجزء بتاع الكونكشن اللي هو اسم الداتابيز والكلام ده. هنا جزئيه السلكت، هل انا هعمل سلكت؟ طبعا الكونكشن مفيش تغيير، وفي كل الحالات بنعمل الكونكشن على طول، مش في حاله الميثود، في حاله الريكوست ميثود جيت او بوس، لا وانت داخل للصفحه على طول. تمام. طيب هاجي بعد كده المفروض انا هغير في جمله السلكت، هتبقى سلكت استرك فروم مين؟ ستودنتس. تمام. طيب كل اللي انا غيرته هنا في فيو اول كورسز ان انا قلت له سلكت استرك فروم ستودنتس، انا بعمل سلكت من الستودنتس بس، وبعد كده بقول له ان المتغير اللي هو ستودنتس هيعمل ايه؟ فيتش اول لمين؟ سلكت استرك فروم ستودنتس. ده التغيير اللي هيتم معايا. في كده مشاكل؟ تمام. طيب نيجي بقى على التيبل رو. المفروض التيبل رو ده هيتكرر مع كل ستودنت موجود عندي في الداتابيس، صح؟ فالمفروض هنا هاجي بعد جوه التيبل بودي ده هكتب كود بي اتش بي. هقول له فور ايتش، انا عندي متغير فوق اللي هو مين؟ ستودنتس. از اعرف الستودنت الواحد، ادا النقطتين فوق بعض، ده هنا الستارت بتاع الفوريتش. نيجي بعد التي ار اروح اعمل الاند بتاع ايه؟ الفوريتش. يبقى هنا اند للفوريتش. تمام. طيب كان ممكن اجي اقول له في الاول كده قبل الفوريتش دي اف ستودنتس، يعني انا لو موجود عندي ستودنتس اساسا او قيم موجوده يكتب لي الداتا دي، لو مفيش، لو موجود يعمل لي فوريتش، مش موجود يبقى مش هيعمل فوريتش ويقول لي نو داتا فاوند مثلا. تمام. طيب فانا بتقول ايه بالظبط؟ المتغير اللي موجود خالص اللي هو مين؟ الستودنتس. ما هي دي الاريه اهي اللي هي الداتا اللي راجعه من سيلكت استرك فروم ستودنتس. طيب كان ممكن بقى اجي هنا قبل الفويتش اقول له اف في حاله الكاونت بتاع الستودنتس، الكاونت للستودنتس، او اقول له اف الست لو موجود معايا ستودنتس رجع خليها كاونت، او اف ستودنتس على طول لو في قيم راجعه. تمام. طيب ادا اف ستودنتس، وبعدين في الاخر هنا اقول له اند للاف. تمام كده. طيب تعال نشوف كده انا عندي كام ستودنت، مش انا دلوقتي عندي 3 ستودنتس اهو. هنشوف كده هل السطر او التيبل رو ده هيتكرر 3 مرات ولا لا.
نيجي للصفحة بتاعت الاندكس بنعمل ريفرش، فعلا اتكرر 3 مرات. طب ليه بقى اشمعنى 3 مرات؟ لان انت بتقول له كل طالب موجود عندي في الجدول هكرر الصف ده، فلذلك اتكرر 3 مرات. طيب انا مش عايزة الداتا تبقى ستاتيك، عايزة بقى كل مرة يعرض لي الستيودنت اللي انا واقف فيه، يعرض لي النيم بتاعه او الايميل او كده. فطبعا بدل الداتا اللي موجودة هنا هقول له كبي اتش بي يعرض لي هنا مين؟ دولار ساين ستيودنت ايكو، اكتب لي دولار ساين ستيودنت اوف مين؟ الستيودنت اندرسكور نيم. اشمعنى اندرسكور؟ انت بتجيب اسم العمود في الداتابيز. تمام، هناخد دي زي ما هي كده كوبي، وطبعا مكان الايميل هتحط مين؟ الستيودنت اندرسكور ايميل، ده الادرس. فهتقول له هنا حط لي الجزء بتاع الادرس، وهنا ده الموبايل، فاقول له ستيودنت اندرسكور موبايل. تمام، لسه في اي داتا موجوده؟ طيب نيجي بقى هنا نعمل سيف. طبعا انت هنا هتقول له وديني لإيديت مودل، تمام، وهتبعت معاها الاي دي بتاع العنصر اللي انت عايز تعمل له إيديت، او الاي دي بتاع العنصر اللي انت هتعمل له ايه؟ ديليت. ماله الاي دي؟ احنا مش عايزين الاي دي في حاجه دلوقتي. تمام، طيب نيجي بقى كده ريفرش، لقيت البيانات بتاعتي موجوده اهي، ده النيم، ده النيم، ده النيم، الايميلات، اللو ادرس متضاف الادرس ليه، ورقم التليفون. تمام، طيب جزئيه البيجينيشن اللي موجوده دي هتتعمل ازاي؟ فاكرين انا قلت الفكره بتاعتها يا جماعه صح؟ طيب الفكره بتاعتها اللي هي ايه بقى؟ select asterisk from students واقول له limit واحط رقمين، الرقم الاولاني الستارت والرقم الثاني عدد العناصر اللي انت هتاخدها معاك. الستارت ما بيتحسبش، يعني انت لو قلت له limit 0 و5 ده معناه ان انت هتبتدي من اول الواحد وتعد 5 عناصر. هو في البداية أول حاجة الصفر، أول حاجة بس دايما إحنا الأي دي بيبقى بواحد، بالأي دي بواحد. فهو أصلا بيعتبر إن واحد ده بيعتبره صفر بالنسبة لل، أنت لما بتكتب ليميت 5 بيعتبر إن الأول بزيرو. تمام؟ طيب فده بالنسبة للجزئية بتاع الليمت. فجزئية البيجينيشن دي معتمد على ايه؟ ان انت هتعد الداتا اللي موجودة قدامك هنا. تمام، موجود كم عنصر؟ 3 عناصر. طيب انت عايز البيج يبقى فيها كم عنصر؟ 5 مثلا. فافرض احنا موجود عندنا 20 عنصر، فالعشرين دول هيتعرضوا ازاي؟ اول بيج رقم 1 هيبقى فيها من 1 ل5، تاني بيج هيبقى موجود فيها من 6 ل10، تالت بيج مثلا هيبقى موجود فيها من 11 ل15، وهكذا. تمام، النيكست والبريفيوس هيتعملوا ازاي؟ البريفيوس مش هيبقى فعال في حاله ان اول عنصر معاك بواحد، برافو، واحد ده اللي هو البداية. والنكست مش هيبقى فعال لو اول عنصر عندي في الصفحة اللي هو، او اخر عنصر عندي اللي هو مين؟ اخر عنصر في الجدول. تمام، غير كده كل الصفحات هتبقى فعالة. طب الصفحات هتبقى فعالة ازاي؟ هيوديني كل صفحة هنا هتوديني على الصفحة بتاعت مين؟ الاندكس، ومعايا البيج مثلا او متغير اسمه البيج برقم معين. فانت كل مره هتعمل جمله السلكت من اول وجديد، بس هتغير الستارت اللي انت هتبتدي بيه في الليمت. يعني هقول له سلكت استرك فروم ستودنتس ليمت مثلا
الستارت بتاعي هيبقى 10 وعدد العناصر 5. فاللي هيتغير هنا لما انت تضغط على كل رقم هو الستارت، تمام؟ ده في حالة طبعا ان انت مثبت ان كل صفحة تعرض لي مثلا 5 عناصر، تمام؟ طيب الجزئية بتاع الابديت والجزئية بتاعة الديليت. ادى الجزء بتاع الايديت، الجزء بتاع الايديت والديليت بقى. ادى الجزء بتاع الايديت برضو هنروح زي الاد نعمل ميثود واكشن، واروح ازود برضو النيم لكل عنصر من العناصر، تمام؟ وبالنسبه للديليت برضو نجرب الديليت عشان هتبقى صغيره كده. ادى الديليت، الفورم هيبقى ليها ميثود وهيبقى ليها اكشن. الاكشن بتاعنا اللي هو مين؟ ديليت ستودنت دوت بي اتش بي، والميثود بايه؟ ببوست. طيب الديليت هتلاقي فيه هنا طيب الديليت هنا هيبقى موجود معانا انبوت، هيبقى محطوط فيه الاي دي بتاع العنصر اللي اتعمل له ديليت، اللي يتمسح يعني، تمام؟ طيب طيب هنجرب بقى كده نشوف الجزء بتاع الديليت. نرجع كده للعمود الواحد، هنا edit employee model، هنا delete employee model، هقول له and الhref هيبقى صفحة delete employee، ومعانا مين بقى؟ معانا الstudent بيساوي، واروح ازود مين؟ الستودنت اي دي. طيب ازود الستودنت اي دي ازاي؟ كأداة تاج البي اتش بي حطناه هنا، ونحط هنا الستودنت اندرسكور مين؟ اي دي، تمام كده؟ الداتا بيز ايه؟ طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل ديليت للعنصر اللي الاي دي بتاعه اللي داخل للمودل ده، تمام؟ وفي هنا فورم، الفورم هيودينا لصفحه ديليت ستودنت. فديليت ستودنت دي يعني الداتا اللي موجوده فيها هي اللي هتتنقل للصفحه الثانيه. طب نعمل دي ازاي؟ زي ما شفنا المره اللي فاتت ان احنا هنعمل انبوت هيدن، input ال type بتاعه hidden، وال name هنا هيبقى student id مثلا. اما بالنسبة لل value اروح اجيب ال id برضو ازاي؟ هقول له ك php echo dollar sign underscore. طيب الداتا هنا المفروض داخلة عن طريق الجيت ولا البوست؟ الجيت. انا مررة الداتا عن طريق مين؟ URL. لا مش هنا، انا بقول الداتا اللي داخلة للفورم نفسها اللي هي كانت موجودة فوق في delete هنا. ديليت امبلويي مودل، ومعايا الستودنت بمين؟ بالستودنت اي دي.
فانا كده هروح اقول له العنصر اللي الجيت بتاعه بايه؟ بالستودنت. نرجع تاني. يبقى انا هخلي ده النيم بالستودنت، خليها ستودنت اي دي، والفاليو العنصر اللي هو ايه؟ دولار ساين اندر سكور جيت اوف مين؟ اوف ستودنت. واضح كده؟ يبقى انا عندي هنا الفاليو بتاع العنصر هيكون هنا مكتوب الاي دي اللي انت حددت له ديليت. طيب البيانات بقى اللي هتتنقل من الفورم هتروح لصفحه ديليت ستودنت. ايه اللي هيروح للصفحه الثانيه؟ الانبوتس. فانا في هنا انبوت معايا اللي هو مين؟ الهيدن، النيم بتاعه مين؟ الستودنت اي دي. تيجي انت بقى في صفحه ديليت تقول لي اعمل لي ديليت للستودنت الاي دي بتاعه، الاي دي اللي داخل عن طريق مين؟ البوست. طيب اجي اعمل الصفحه بتاعت الديليت ستودنت دوت بي اتش بي، نفس الفكره هتدخل على المثال اللي موجود معاك. الديليت هو هو برضو، ادا ديليت كورس، تاخد الجزء البي اتش بي خدت الجزء البي اتش بي كله اهو، وهنا ديليت ستودنت هنعدل فيه بحيث ديليت كورس هنعدل فيه بحيث يبقى ديليت ايه؟ ديليت ستودنت. طبعا احنا داخلين هنا عن طريق الريكوست ميثود بوست بس، فانا هشيل الجزء بتاع الجيت التاني ده. طيب مين الداتا اللي داخله الصفحه بتاع الديليت كان اسمه ايه يا جماعه؟ نتاكد كده. ديليت ستودنت، هنا النيم بايه؟ ستودنت اي دي. يبقى انا عندي كده ستودنت اي دي بيساوي دولار ساين اندر سكور بوست اوف ستودنت اي دي. كده الداتا اللي داخله معروف. انا دلوقتي هعمل ديليت فروم مين؟ فروم ستودنتس. where ال student underscore id، where student underscore id. نيجي كده نشوف اسم الحقل، ماشي student underscore id بيساوي مين؟ student id اللي هو المتغير اللي موجود هنا. بعد كده اعمل bind للبارامترز. تمام، نيجي للجزء اللي بعد كده. في حالة ان ال delete اتعمل هتروح للصفحه بتاعت مين؟ index.php. في حاله ان في مشكله فهيقول لي ايرور في الجزء بتاع الديليت. تمام، تعالوا نرجع نطبق الكلام ده نشوف هيتنفذ ولا لا. تمام، هاجي كده العنصر اللي انا واقف عليه هعمل له ديليت. تمام، لقيته بيقول لي انت رحت كده لديليت امبلويي مودل ومعاك الستودنت بيساوي ايه؟ واحد. تمام، طيب هو ركز بقى عشان هو ده التاسك اصلا. انت هتعمل سيرش في النقطه دي. تمام، لقيته هنا بيقول لي انت رحت للمودل اللي هو ديليت امبلوي ومعايا الستودنت بيساوي واحد. طيب نعمل نروح على الديليت التاني ده، لقيته بيقول لي ديليت امبلوي مودل ومعايا الستودنت بايه؟ بثلاثة. هنا ديليت ومعايا الستودنت باربعة، فعلا الاي دي بواحد وثلاثة واربعة. طب هو هنا ما بيعملش ديليت ليه يا جماعة؟ احنا عندنا المودل انت ما ينفعش تمرر اصلا ليها مين؟ ارجع كده تاني. انا هشيل الستودنت اللي موجوده دي او هوري لك الايديت، الايديت هتبقى شغاله. بصوا كده الجزء بتاع الايديت هتلاقيه المودل شغال. تمام، فالفكره الداتا او الاي دي مش المفروض ان هو يتمرر اصلا عن طريق مين؟
اليار ال. تمام؟ طيب هيتمرر ازاي؟ هو ده التاسك. تمام؟ اللي هيعمل التاسك ده له 5 درجات. تمام كده؟ تاني ايه بقى؟ تاني نشرح التاسك تاني. انت مش عايز البيانات، يعني احنا لو احنا كنا شغالين بالطريقه بتاعت الاد والديليت العاديه من غير ما تكون شغال تبع مودل، يعني انت لو انت بتروح لصفحات عاديه مش مودل، فانت بتمرر على طول مين الاي دي للعنصر، يعني بتكتب هنا الاتش ريف بتاع الصفحه بيساوي كذا، والستيودنت مثلا الاي دي. تمام؟ لكن الفكره هنا المودل انت مش المفروض تمرر الستيودنت بالطريقه دي. هتمررها ازاي؟ عندك طرق كتير بقى. شوف طريقه مثلا الداتا تتنقل بيها عن طريق البوست، شوف طريقه معينه ان الداتا تتنقل او الاي دي يتنقل للفورم دي بس. تمام؟ انت هتشوف طريقه بحيث ان هنا العنصر اللي انت هتعمل له ايديت ده يبقى موجود الاي دي هيدن مثلا، والنيم البيانات بتاعته تبقى معروضه. هنا برضو لما تيجي تعمل ديليت يبقى طبعا مش هنمرر الستودنت هنا، لكن هيبقى متمرر برضو. هشيل بقى الجزء بتاع الستودنت ده. بصوا انا مجرد ما اشيل الجزء بتاع الستودنت اي دي ده يا جماعه خلاص كده، اعمل ديليت، المودل هتشتغل معاك عادي. تمام؟ انا كل الحكايه ان انا بقول لك تعمل ايديت الداتا تبان هنا، تعمل ديليت الداتا تبان هنا كتسهيلا عليك. بس ملحوظه، انت موجود في الصفحه اللي هي مين اندكس في كل الحالات، سواء انت بتعمل ابديت او ديليت او ايا كان، انت موجود بس في صفحه اندكس. تمام؟ لكن ازاي بقى تعمل ايديت فيعمل لك ايديت للعنصر ده بالذات؟ بالظبط اللي انت واقف عليه، وديليت العنصر اللي انت واقف عليه. هو ده التاسك. خلي البونص 10 درجات. تمام؟ حافز. طيب دلوقتي انا الكود ده هرفعه لكم وانت هتكمل عليه. انا ما يعني كل اللي يفرق بالنسبه لي ان انت تبقى فاهم. خد كل حاجه كوبي بيست وعدل فيها، لكن تعرف تعمل سيرش وتبقى فاهم. يعني احنا دلوقتي عملنا المره اللي فاتت اد كورس، لكن انا جبت لك صفحه تقدر تعمل فيها اد عادي، اول ديليت وابديت وكل حاجه زي ما هي، لكن فيها تركايه كده. فانت هتسيرش بقى، مهاره السيرش عندك يا ريت تبقى موجوده. طبعا انا هقول الحل بتاعها المره الجايه يعني، بس بندي للناس فرصه تاخد البونص. طبعا البونص يشمل ان انت تعمل بس الجزئيه بتاعه بالظبط، تكمل الديليت والاديت والجزء بتاع الجينيشن. تمام؟ ديليت واديت والجزء بتاع الجينيشن. تمام؟ وهبعت لكم كود كتسهيل كمان، هبعت لك كود بي اتش بي موجود فيه الجزئيه بتاع البيجينيشن، تاخد الفكره منه كمان. لان انا مش عايزه منك غير ان انت تعرف يعني تسيرش، ويعني ممكن لو في عندك مثال موجود فيه جزئيه معينه تقدر تاخد كوبي للجزء ده منه وتستغله في البروجكت بتاعك. تمام؟